مساء الخير لك ولكل المستمعين الكرام. أهلا بك. هذا الملف حساس جدا سيدتي، وعلينا أن نكون شفافين وصريحين به. هذا الملف لا يحتمل تملقا ولا يحتمل أن نقول يجب أو لا يجب. أولا، الدولة اللبنانية منهارة والخزينة منكسرة وأموال المودعين اللبنانيين مصادرة، ومن بينهم بعض المودعين السوريين، ولبنان يعني تحت الردم لألف عام قادمة. لبنان عدد سكانه 4 ملايين نسمة، وعدد يعني النازحين السوريين فيه يتجاوز 3 ملايين. هناك 1,635,000 مسجلين لدى الأمم المتحدة، وهناك عدد مماثل غير مسجل موجود في لبنان. هذه البقرة الجغرافية الصغيرة بعدد سكان يعني لا يتجاوز 4 مليون لا يحتمل بموازاته نازحين بنفس عدم السكان عدد السكان سيدتي. بعدين الاتحاد الأوروبي الذي يحاول محاربة الدولة اللبنانية واللبنانية ويصدر القرارات وكثير مشغول باله على السوريين ويقدم دعم مالي للسوريين في لبنان، لماذا لا يقدم هذا الدعم المالي للسوريين داخل الأراضي السورية؟ عند السؤال في أحد المرات لأحد المسؤولين الأوروبيين في بيروت جاوبني بأن أي دعم للسوريين داخل بلادهم يحسن الاقتصاد السوري ونحن لا نريد ذلك. لقد تحدثوا فيها بصراحة، هم إذا كانوا على مشكلة مع النظام في سوريا وهم يعني جدا خائفون على النازحين السوريين أو قلبهم على الشعب السوري، فليقدموا المساعدات المادية والمعنوية الشعب السوري، وهذه الأموال التي تدفع من أجل البقاء في لبنان فلتدفع من أجل العودة إلى سوريا، وعليهم دعم هؤلاء داخل سوريا. أظن سيكون النازح السوري في مأمن أكبر أكثر ومرتاح ماديا بشكل أكبر وأوسع. أما أن يقال أن لبنان والله يمارس النازحين السوريين، يا أختي ما يقارب 3 مليون نازح أثروا على العمالة اللبنانية، أثروا على ميزانية الدولة، هناك مواد مدعومة يستهلكونها ليست يعني لم تستطع الدولة اللبنانية الاستمرار فيها، اضطرت إلى رفع الدعم، يعني الكهرباء، البنى التحتية. طيب المجتمع الدولي لماذا لا يقدم للدولة اللبنانية دعما من أجل مساعدتها، من أجل يعني التعويض عما خسرته الخزينة من أموال؟ لا تمارس الدولة اللبنانية أي عنصرية ضد السوريين، هي تقاون الوجود، ومن لا يريد أن يكون موجودا على الأراضي اللبنانية بشكل سليم وقانوني عليه أن يغادر إما إلى أوروبا وإما يعود إلى سوريا، وخصوصا أن سوريا أمان. أيضا يا أختي، الذين دعموا وجود السوريين وأمنوا دخول النازحين إلى لبنان وفتحوا الثغرات الكبيرة وقالوا لن يعود النازح السوري إلى دمائنا، هم الذين دعموا في سوريا ما سمي بالثورة السورية والإرهاب السوري، وأخذوا الحليب والحفارات والأسلحة وفتح الله 2 و3، هن اللي استفادوا على ظهرهم وقبضوا مليارات الدولارات على ظهرهم بلبنان، هن اللي جابوهن وهن اللي ما بدهم اياهم يرجعوا، وهن اللي عم يمارسوا عنصرية ضدهم، جماعة سمير جعجع وجماعة سامي جميل حزب الكتائب والأحرار وهي الشلة لا أكثر. السوري في لبنان في كل المناطق الإسلامية سنة وشيعة ودروز يعيش في أمان. طيب دكتور اسماعيل، كان هناك يعني تصريح لوزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي قال بان المجتمع الدولي تخلى يعني عن اللاجئين السوريين وعن الدول المضيفه لهم، وقال انه سيكون هناك رساله واضحه يعني من قبل الاردن للمجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي. هل تتفق دكتور اسماعيل مع هذه الرؤيه الاردنيه؟ يعني الاردن استفاد كدوله وكحكومه من للنازحين السوريين، فأما في جمعية تابعة لمنظمات وجهات مؤيدة لأمريكا ما قاله هذا الرجل، ولكن تأخر في التصريح عن هذا الأمر. لكن إذا كان هناك من ضمير على العالم بأجمع أن يضيء على الممارسات العنصرية التي تمارس ضد السوريين في تركيا من خلال عمليات الممنهجة التي تحصل للتجار السوريين ولأصحاب المحال التجارية وغيرهم، لا أن يقولوا أن لبنان يمارس عنصرية. لبنان هناك فئة واحدة تمارس عنصرية معروفة بالاسم، هي القوات اللبنانية وحزب الكتائب، وهم الداعمين لبقاء السوريين في لبنان، وهم الأساس الذين تسببوا في نزوح هؤلاء ودعموا ما يسمى ثورتهم. علينا أن نضيء على ما يحصل داخل أنقرة وغازي عنتاب واسطنبول وغيرها من المناطق سيدتي.
طب دكتور إسماعيل، تفضل. يعني هل بالإمكان أن يكون هناك تحرك جماعي من قبل الدول المضيفة للاجئين السوريين وهي الدول القريبة دول الجوار لسوريا في هذا الإطار، ووضع يعني آلية ومنهجية السير عليها من أجل حل أزمة اللاجئ السوري خارج بلاده؟ يعني أمام الاتحاد الأوروبي واحد من اثنين، أما أن يقدم دعما لهؤلاء النازحين داخل بلادهم، وأما سيفاجأوا بهم على شواطئهم في السفن وفي الفلوكات. لبنان وعلى لسان الأمين العام السيد حسن نصر الله قال لهم بالفم الملآن، هذا هو البحر أمامكم فاتخذوه سفنا. يعني حزب الله يقول للدولة اللبنانية ممنوع أن تعترض النازحين السوريين المتوجهين إلى أوروبا في البحر. لبنان لا يحتمل بقائهم، عودتهم إلى سوريا غير مدعومة، فإذن تفضلوا وتحملوا المسؤولية، هؤلاء سيذهبون إلى شواطئكم وعليكم أن تقوموا بدفع الثمن الذي دفعناه خلال 11 عام. طيب دكتور إسماعيل، يعني هناك أيضا سوريون يقولون وهم لاجئون في لبنان حتى وخارج لبنان بأن يعني حزب الله باعتباره كان حليفا وداعما لقوات الحكومة كان بشكل ما أو بآخر يعني لبنان لها يد فيما تعرض له السوريين من خلال يعني هجرتهم من سوريا واللجوء إلى لبنان أو إلى دول أخرى. هذا نفاق. من هرب من حزب الله من سوريا ومن الدولة السورية لا يلجأ إلى الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، أو إلى بعلبك الهرمل معقل حزب الله، أو إلى جنوب لبنان معقل حزب الله. هذا نفاق سياسي. في سوريا أمريكا وأوروبا وإسرائيل وهذه الثورة المزيفة وهؤلاء الإرهابيين الذين ينتمون إلى النصرة وداعش الصنيعة الصهيونية بامتياز. حزب الله دخل إلى سوريا ودافع عن الشعب السوري، وهذه العبارات بأن حزب الله قتل الشعب السوري وحزب الله اغتصب مردودة عليهم وعلى أفواههم النجسة. حزب الله دخل لمناصرة الدولة السورية لكي تحافظ على المؤسسات، ليس أكثر من ذلك. نعم، من بيروت دكتور إسماعيل النجار كاتب وباحث سياسي، شكرا جزيلا لك.